حمودي مصطفى لازم الفينش بتاعه يبقى احسن من كده شويه، مش في الهوا، في على الارض، على اي حاجه، في الهوا وتحت يعني. لازم لما يجي له يعني، انا برضو متهيألي اللعيبه دي بتلعب بلاي ستيشن كتير، كلهم عايزين يعملوا اللفه الار 2 دي، هارين هو وتريزيجيه والسوليه كله شغال الار 2 دي، بس نفسي تقفل. مش لازم يحطها في الضيقه يعني، مش لازم اعمل الف جسمي كل مره اعملها. في واحده لمصطفى محمد جوه الست، جوه السته قدامه اتنين وعايز يعملها برضو، مع انه شوت شوت كده في الضيقه هنا تخش الكل. السنه دي بقول لك بلاي ستيشن، انا احنا واحنا في 98 كنت لسه نازل بلاي ستيشن دي، فكنت دايما بعمل اللوب المربع ده، كنت على طول بعملها والله العظيم ما بهزرش. اتأثرت بيه في الملعب؟ أول ماتش لينا كنا بنلاعب موزمبيق، راحت الكورة جاية لي على وش 18، عملت إنها شوط، رحت مرقص ورحت أعملها تشيب، فأنا اتأثرت والله ما بهزرش. بس أنت ما دوستش على المربع، أنا كنت دوست على المربع كان دخلت. لا ما هي دخلت، بس كابتن حسام طلعت في العارضة وكابتن حسام. بتاعت كابتن حسام. دي هي جون والله، هي عدت على فكرة، في فار كان قال لك ده جون من الأول. لا أنا فاكر قصدك على حاجة. كابتن جوهري وإحنا بنلعب بلاي ستيشن كان لسه نازل، فقال لي كل شوية يخش يلعب. كابتن جوهري كان بيلعب معاك والله؟ لا بيخش علينا قاعدين. فإيه البتاع الجهاز ده يعني، أنتوا كده مش مركزين وبتاع. فبعد الماتش لما لقاني عملت نفس البتاع قال لي بص يا حازم عيش اشتغل عادي، ما دام في البلد براحتك. كان ماتش بوركينا، كان ماتش اول ماتش كان موزمبيق، كان متهيألي موزمبيق اللي هي اللوب اللي حسام كابتن حسام كملها بدماغه. متهيألي انت بتنام تحلم بالبطوله دي. لا لا انا بقول لك ليه، على انهم بيلعبوا ار 2، انا متهيألي بيلعبوا، انا متهيألي بيلعبوا بلاي ستيشن لان هم كلهم عايزين يعملوا ار 2. هي هي لا هي بطوله بالنسبه لك بلاي ستيشن؟ لا انا ليه، اصل انا خدت بالي الماتش فات كل اللعيبه عايز تعمل لك دي في البعيد. ايوه احنا مرموش عايز يعملها، تريزيجيه عايز يعملها، كلم البطوله دي انت كل العابك بلاي ستيشن بتعبك وموقف ورايح. لا بس انا دي تحديدا بجد لان دي يعني دي فاكت، واسال اللعيبه كلها. انا كنت دايما وانا بلعب اروح مثلا انفراد في البلاي ستيشن واروح دايس ما اشوطش واعمل كده واروح ايه اعمل لوب تروح دايس ده في الجول. فجت في الماتش وانا جاي وانا بلعب اول ما جت لي الكوره، هي بتبقى غصب عنك انت بتبقى مركز من كتر ما انت بتلعب فبتبقى عايز تعمل زيها، فروحت عامل ان انا هشوط هي دي، بص روحت عاملها تشيب من فوق الجول. على فكره الكوره دي دخلت الجون على فكره، بص وهيبه جايبها من جوه الجون والله، بص جايبها من جوه الجون والله. حلوه قوي حلوه. لا والكعب كعب حلوه كعب حلوه قوي. ده بفضل البلاي ستيشن عشان ما حدش مدربين يسيبوا اللعيبه تلعب بتلعب بلاي ستيشن لو سمحت. الكعب ولا دي شرفتنا ونورتنا يا كابتن حازم. حبيبي يا كابتن اسيف شرفتنا ونورتنا. شكرا حبيبي دايما. هنطلع فاصل؟ ها هنطلع فاصل؟ لا ما انا بهزر معاك، بقول لك شرفتنا ونورتنا يعني مفيش حاجه يعني. انا لقيتك رحت للبلاي ستيشن فحبيت بس اقول لك ابتديت الحلقه بضغدر ولا فاضي ورايحين للبلاي ستيشن ويا عالم هنروح معاك على فين.